كتمشي تشري الماء من الحانوت، راه واحد اخر ما عندوش فلوس باش يمشي يشري. مستفيد هو المجي المغربي هو اللي كيستافد، كيتستافد منه عاد باش كيدفعوا لينا حنا. شي واحد اللي مشغول في شي بوست ولا في شي منصب كيدير خدمته. مشغول عليا انا حاسس بالضر ديالي انا، راه عندي الفلوس شحال في دوت شغل على هذا. مادام الماء ما كاينش في ديورنا وكاينه لانستالاسيون، دونك حنا راه باقي ما وصلناش لاسيفيليزاسيون. واحد كيضرب على راسه. شخصية واحد على راسه صافي، كذب على الكذاب. محمد الكوكي للاسف. محمد الكوكي، شفنا انك اليوم ما جيتي حتى لطريق الزوره باش تسقي الماء. وي والسبب؟ السبب هو داك الماء خويا اللي عندنا في الديور ما فيه ما يتشرب، خاصه مع الصباح ملي تفتح الروبيني راه بحال خارج القطران، كتقول راه واقيلا الجعب اللي مسدين. وهذه جان هذه بحال قلتي دايره متفشيه عند الناس كامل، كلهم مع الصباح تيفتحوا الروبينيات تلقاو بحال الصدا، والمذاق ديال الماء مر ما تقدرش تشربو، وخاصة اللي كيكون غريب على المدينة. هي الانفو كيجي ليها النهار الاول النهار الثاني كضرب برشوت تجي لا دياري، دونك عندنا مشكل في الماء. وحتى هاد الايام تيقول لك كاين تصفيات المياه، كاين التحلية، وداروا شي لوكال باش انهم يديروا التحلية المياه، مي ما كاين والو. علاش قلت لك انا راه لوكال ماشي محطة تحلية. كون كانت محطة تحلية كوني راه دابا راه خدامة وحنا كنستافدوا منها، وانت كتشوف النتيجه هو ان الناس كاملين تيجيو تيعمروا هنايا من جميع انحاء الاسفي كاملين، تيجيو يعمروا من هنا ولا من لاميرا ولا من عين اخر. ومادام دايرين هاد الانترفيو دونك راه ما راضينش على هاد الوضع. اننا لي زانفيستيسمون اللي كيداروا في هاد المدينه لا علاقه. انا كتشوف ان الماء راه يعني راه منبع الحياه، يعني راه الماء خصو يكون عند الناس كاملين متوفر، يعني شي حاجه بديهيه ما خصناش نهضروا عليها، ولاقين فيه مشكله كبيره. هذا بلا ما نهضروا على المشاكل الاخرى في اسفي يا سيدي، قاد لينا الماء نكونوا مزيانين وشبعانين. المشاكل الاخرى اللي هما المسؤولين هذيك بلا ما نهضروا عليها، هذه المسؤولين. هذا راه شكل من التداعيات اللي طارين دابا، هو ان ما كاينش شي واحد اللي مسؤول في شي بوست ولا في شي منصب كيدير خدمته. سالينا وحنا نترافعوا عليها في بلاصه. هما المسؤولين ديال مدينه اسفي واش كيترافعوا لنا على الماء، على هذا القطاع ديال الماء اللي ولينا كنشربوا في المنزل؟ شوف حنا كشعب وكا كونسوماتور ولا اللي ساكن في هذه المدينه كنقولوا اسيدي ما تيهمناش انا هذاك السيد ولا كذا، كنشوفوا النتائج ما كاينينش نتائج، يكون اللي بغى يكون نتائج ما كاينينش، دونك راه ما كاينش مسؤوليه وما كاينش محاسبه، واللي بغى كيدير شي حاجه كيديرها والسلام. شحال مره كتجي تسكن؟ ونقول لك جوج مرات ثلاث مرات في السيمانه. لا غير تشري الماء ب 10 دراهم ولا كذا باهيه، ولا سيدي عليه، ولا بلا ما نهضروا على مقاطعون ومسائل. هي ما كاينش البديل. الا كنتي انت كتمشي تشري الماء من الحانوت، راه واحد اخر ما عندوش فلوس باش يمشي يشري، دونك كيولي يضرب كيلومترات بحال عايشين في مجال القروي ماشي الحضاري، باش اننا قالينا البهيم ونبداو نسقيو حتى حنا ونديو لديورنا. هذه هي السيفيليزاسيون اللي كتهضروا على مدينه انها متحضره، ما كاينش الحضاره باقي. مادام الماء ما كاينش في ديورنا وكاينه لانستالاسيون، دونك حنا راه باقي ما وصلناش لاسيفيليزاسيون. هذا ما كاين. السلام عليكم، سي محمد من اسفي، من مدينه اسفي. حيت ولا مشكل في الماء، لانه ولا غير ديال تحليه المياه، وبالنسبه لتحليه المياه ولا اجباري دابا، ما بقاش اختياري، لان كاين ندره المياه والجفاف اللي كتعرفوا المغرب اللي يضرب المغرب وداك الشيء. فولا تحليه المياه ولات من الاشياء الضروريه اللي باش تنقذ الساكنه ويشربوا هذا الماء وداك الشيء. البروبليم اللي كاين هو ان الماء اللي كيجي دابا ماشي ما مزيانش، فيه شي شويه ما عرفتش واش فيه شي شويه ليطراس ديال بحال الغايس بحال هذا، واش كيجي للاراضيس من التحليه، كيجي للاراضيس وكيتخلط ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كاينه شي حاجه اخرى ما معروفاش. اما بالنسبه للوسيبي وداك الشيء، تخرج الاخوه اللي خدامين في تما كيخرج مقاد مصايب هذه، ولكن ملي كيجي للاراضيس وفي التوزيع ربما كتكون شي حاجه ماشي هي. لا ماشي غنقول المشكل هو المشكل، شنو هو الاساسي؟ هو كاين الجفاف هو المشكل. يعني ملي ما كانش الجفاف راه ما كان لا مشكل لا في الاراضيس ولا بالنسبه للساكنه،
مني ولا عندنا ندره المياه هذه السنوات وحنا كنعيشوا الجفاف راه ولا الماء قليل، وبحكم ان الماء قليل راه في العالم كاع الدول الافريقيه الجزائر تونس هادو كاملين كيعانوا من هذا البروبليم ديال المياه قليله، وهذا الشيء اللي كاين يعني الماء قليل بالنسبه لنا راه الماء قليل، وبحال من الشمال وداك الشيء اللي كاين فيها تساقطات راه ما كاينش بحال المدن اللي في الوسط وفي الجنوب، يعني هذا كنعانوا داك الشيء اللي ولات تصفيه المياه ضروري وما كايناش الثقه فيها مزيان داك الشيء اللي كيدير. الحل بالنسبه لي انا بالنسبه للدوله خاصها هي تتدخل، ماشي لو سي بي اصلا ما كانش في الاول ديالو ما كانش داير التحليه للمدينه، كان دايرها للوزين ديالو لان هذاك، واضطروا يعطوا للمدينه لان اصبح هي الناس الساكنه هي الاولى، وهذا الشيء اللي كاين لان راه ما كاينش شي حاجه اخرى. وهذا الشيء علاش كتلقى ندره المياه كانت هذا الشيء كان يتشاف قبل، يعني كان يتشاف 15 عام 10 سنين دراسات مسبقه زعما انت اسفي خصهم يحاولوا يهتموا بالمدينه ديالهم، لان راه الساكنه اللي كيعيشوا معاها واللي غيدوزوا معاها واحد الفتره هي اي واحد كيدافع على المدينه ديالو، فالمنتخبين ديال المدينه خصهم يدافعوا على المدينه ديالهم لا في المياه ولا غير المياه، والعنايه بها في الطرق بزاف د الحويجات. ماجدي الحمدوني سعيده واحد جي من سعيده باش تسكن بس كلمه السبب شنو السبب الماء ديال البحر، والماء ديال البحر دوك عادي اللي على حساب الماكر كاين تصفيه الماء بحال بحال الصابون اليوم، هو انا دوشتي به ملمس لك لحمك يتملمس بحال هكا يعود يدار، سمعتي هذا هو السبب اللي خلانا كنجيو نديو هاد الماء كنديروها الاتاي، ما راضيش انا كنخلصوا بهذا، انا كنخلص الماء كيجيني غالي، كتخلص 600 درهم، شوف 600 درهم 500 درهم 400 درهم 300 درهم شهر العيان 150 درهم، شهر العيان 150 درهم من الماء ديال التصفيات، عادي التصفيه ولا دوش فيه لحمه كيعاود يتملس بحال 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 الصابون، ما يدوش ما يتلصق ما والو. ولاحظوا شحال من واحد هاد الماء، لاحظوا ولد خويا كان عندي في الدار، لاحظوا بقاو دار عندي التصفيه وديال كل عام الماء صافي، راه عرفتي شنو الوزين الماء كي الماء ديالو كيبرد واه على حساب الماء كنداروا تما في الشرب، ومستفيد هو الوزين المغربي هو اللي كيستافد منه عاد فاش كيدفعوا لينا حنا، علاش داروا تما في الشرب الوزين؟ كانوا يدخلوا لبلاصه اخرى على الاقل، على الاقل يدخلوا لبلاصه صافيه، تما ذاك المراكب بقى ولد الكلام. كان ما دار طرقوا بحال طايه سيمانه، كان هذاك الدخان عرفتي كان جر الطوبيس كان نعلق عليهم ورجعوا الماء بحال طايه وداو المدن الاخرى، المدن الساحليه كامله بحر كامله. المواطن هذا الماء ديال هذا مشى بلاد بحال يطحنوا في الكلاوي وكل شيء، الماء ديال البحر يطحنوا في الكلاوي والماء ديالو راه ما يتشربش، ولي بغيتي انت تعيش في مدينتك راه تمام ما تعيش فيها. كل واحد كيمسؤول على راسه، كل واحد موريه من هنا، كل واحد كيخطف ويدير ما في جيبه صافي، كل واحد كيمسؤول على راسه هنا، هذاك مالو مسؤول عليا انا حاسس بالضر ديالي انا، هذاك راه عنده الفلوس يجمع البيدوات يشرب ويعلاتك، ينصب البيدوات كلشي من البيدوات، ما عادش بيا انا اللي جاعل، واش عطيتك واحد ما يعجش واحد كيبقى لك البارح، يقول لك ما عادش ولا فاطر ولا مغدي. والله خطاك هذا انا ضقتي بالله ولا معيد ولا هذا ولا معيد ولا معيد ولا ولدك كيقرا ولا ما يقراش ولا ما كاينش بصوت.